قد أكون لما استيقظ بعد هذا مزعج. لو كنت قادرا على الاستيقاظ تماما. كما رأيته في الحلم تماما. أتعجب ما الذي يفعله توم هذا اليوم؟ لا أعرف بالضبط. لابد أنه يحاول الإمساك ببوبي، أليس كذلك يا توبل؟ بما أن هذه الشجرة قد بدأت تذوي، ولأجل أن تنال الأشجار الصغيرة المحيطة بها بعضاً من أشعة الشمس لتنمو، فكر توم بأن يقطعها. لم يعرف توم أبداً بأن موقع بيت بوبي في شجرة الكستناء هذه. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ كم هو سيء، لماذا فعل هذا؟ ترى هل بوبي بخير؟ بوكسر يا إلهي، يا لها من ورطة. لقد عرف، هذا يعني أن نهاية بوبي قد اقتربت. يا بوكسر، تعال هنا، لن يخرج أن بقيت هنا. لا أحد هنا. إنه بوبي، إنه بخير. ساقي تؤلمني، ساقي. فهمت، عندما وقعت الشجرة أذيت نفسك. حسنا، عرفت. اهدى يا بوبي. حسنا، اهدى اهدى. حسنا، الآن اهدى. شكرا.
أحد هنا، لا أحد. بوبي أين هو يا ترى؟ سأذهب لأتأكد. فلينتظر الجميع هنا، من الخطر التجول هنا كما تعرفون. سأرى. على كل حال سأبدأ بالتفتيش من هنا. إنها مظلمة والأماكن المظلمة تسبب لي الصداع. هل وجدته؟ ما له من شيء مرعب. مريحة، ولكن اصبر اصبر حتى أضع لك هذه اللفافات. بوبي هناك، أترون أين بوكسر؟ داخل الكوخ الصغير. بوبي وهناك أيضا سكين بقربه. سكين؟ قد يقطع ذيله أو يده بهذه السكين. تحمل قليلا، تحمل. هذا أمر فظيع، إن توم يسيء معاملة بوبي. بوبي يبكي. انتظر بابا، انتظر. بابا لابد أنه في ذلك الكوخ يا دعبل. دعبل، وهي العب. أرنوبة دولي ينتظراني في الخارج. أسرع، دعنا نذهب من هنا. شكرا لك يا دعبل. دعبل، توم قادم، متجه إلى هنا. بوبي، هل تستطيع الوقوف؟ دعنا نذهب من هنا بوبي.
دابل إنه تم. سيكون هنا خلال لحظات. توم هنا، توم هنا. بابي سأعود بالتأكيد، سأعود، انتظرني. دابل دابل. حان وقت الأكل. لا تستغفرني، أنا لن أكل هذا الطعام. كان تصرفه هذا لأن توم أضاف بعض الدواء إلى الضمادات. لم يكن بوبي سعيداً بذلك، لم يستطع تحمل ذلك، وأخيراً بدأ يبكي ودموعه تنهمر. لم يأكل بوبي شيئاً منذ أن أسر. الموت أفضل من العيش أسيراً، هكذا فكر بوبي. عندما أمسك توم بوبي كان الثاني خائفاً جداً، لكن الآن تغير كل شيء. ابتدأ الآن يميز خطوات توم، وعندما يقترب توم يسعد بوبي بقدومه. ومع ذلك ظل على موقفه، لم يتناول شيئا من الطعام. قليل منه لن يؤذي. فعلاً لقد تغير كل شيء، لقد أصبح بوبي وتوم صديقين حميمين. صباح الخير. ما الذي يجري هنا؟ ها؟ لقد فهمت، بوبي يلعب توم في انتظار الفرصة للهرب، ولكنه لا يستطيع قطع السلسلة المعدنية. هذا مستحيل، الأفضل أن لا تهون وإنقاذ بوبي. أنا مع العمالي في عدم إنقاذ بوبي. وأنا أيضاً أستسلم. أنتم جبناء جبناء جبناء، يجب أن ننقذ بوبي. ما الذي تنوي عمله يا دابل؟ سأستمر في المحاولة، لقد وعدت بوبي أني سأنقذه ولن أتخلى عن حقاً. دابل أرجوك، أريد أن أساعد بوبي. وأنا
أرنوب الجبار سيساعد، سينقذ بوبي. بعد فترة تغير بوبي، أصبح قلقاً، اختفت شهيته للطعام. وفي أحد الأيام أحضر له توم سمكة للعشاء. في تلك اللحظة عرف بوبي ما الذي يريده، إنه يريد العودة إلى الغابة الخضراء، إلى الحرية. بوبي، دعمل دعمل، لا يوجد أحد هنا. لقد اختفى دعمل، كم هو سريع. هاي بوبي، مرحبا، كيف حالك؟ اشتقنا إليك. كيف أنت؟ أخبرني، هل تأكل جيدا؟ هيا أسرع يا دعبل. أخبرني بوبي، هل يطعمك توم جيدا؟ دولي، سنقع في ورطة إن لم تبقي في الخارج للمراقبة. رائع، كم أحب المساعدة. توم قادم. هيا اهربوا 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 سريعا اهربوا. دولي ابتعدي ابتعدي من طريقي، ابتعدي دولي 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 دولي، ابتعدي ابتعدي. أرنوب قاس جدا. حسناً، هيئة. إنه يحمل بوبي إلى الخارج. إنه يتجه به نحو الغابة.
استمع، سأقوم بعض ساق توم، وأثناء ذلك اركضا حوله حتى يظن أن هناك الكثير منا. مع السلامة. بابي انتظر، بابي انت صديقي، بابي انتظر، انتظر بابي. بابي هيلا هوبا هيلا هي